السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نفتتح سلسلة تصوير فيديوهات لمادة الاقتصاد الهندسي. إن شاء الله راح نحكي عن هاي المادة. المادة جدا سهلة وقصيرة أصلا، يعني ما فيها كثير أفكار. مادة راح نحكي عن شو بتحكي بالمقدمة هون. بهذا الفيديو راح يكون إن شاء الله مقدمة وإن شاء الله راح يكون بسيط. يعني هسا أول شغلة تشابتر 1، المادة مقسمة عدة شباتر، تشابتر 1، تشابتر 2، تشابتر 3، 4، 5، 6 و13 و16 بس. يعني تشابتر 1 و2 و3 و4 و5 و6 و13 و16، ما في غيرهم. و13 مش دائما بدخل، وحتى باقي الشباتر يعني زي تقول 5 و6 بكون داخل منهم موضوع واحد فقط. فالمادة كلها على بعضها ترى ما بتاخذ وقت ان شاء الله. هسا اول شيء بنحكي عن الفاونديشن اوف انجينيرنج ايكونومي، يعني هي اساسيات الاقتصاد الهندسي. هسا وهذا التشابتر اغلبه حكي زي ما انا كاتبه هون بالدوسيه، اغلبه حكي بس في شويه حل طبعا. هسا اول شغله، ليش احنا الاقتصاد الهندسي مهم كمهندسين؟ يعني احنا مهندسين ليش بندرس هاي الماده؟ يعني احنا بلا مؤاخذه احنا كل هدفنا مثلا كمهندس مدني نبني هالعماره، نصمم هالجسر، نصمم هالسقف، نصمم هالعمود وخلص. طيب تسأل حالك التكلفة، التكلفة بتهمنا. فكاقتصاد هندسي، الاقتصاد الهندسي بتحكي عن المصاري، بس مش أي مصاري. خلينا نبلش نحكي. أول شيء بتهمني بعملية التصميم الهندسي، الانجينيرنج ديزاين اند كرييت. أول شيء مهم في مجال التصميم، يعني أنا مهندس مدني بدي أصمم شغلة معينة، لازم يكون عندي معلومات عن الاقتصاد الهندسي. ليش؟ عشان أعرف قديش راح يكلفني. يعني أنا مش راح أجي أحكي خلص والله السقف بحتاج مثلا كونكريت سماكة 30 سم صب وخلص، لا، بتعرف قديش تكلف. طب قديش شو في بديل ثاني؟ يعني هسه بنحكي عن البدائل. زي هون ديزايننج انفولفز ايكونوميك ديسيشن، يعني انا بدي يكون عندي مجال الترناتيف. هذا اللي هو شابتر 5 و6 بيحكوا عن الترناتيفز اللي هي البدائل. لو انا عندي اكثر من بديل شو الاحسن الي؟ كاني مثلا اخذ قرض، او مثلا لا والله ما اخذش قرض بس امشي على دفعات معينه، و و و و الى اخره. فنشوف شو افضل بديل عندنا من اكثر من تصميم. برضو اللي بعده يكون عندك قدرة على التحليل الاقتصادي خاصة بالبدائل، مثل اللي حكينا اللي قبل. احنا بالعادة لما نيجي نصمم على بدائل الأفضل والأرخص. طبعا الأفضل والأرخص، البديل الأفضل يعني جودي كويسة ولكن أرخص. كيف؟ كله بنبنى على الاقتصاد الهندسي. وأهم شيء بدنا نعرف عن موضوع التايم فاليو اوف ماني. التايم فاليو اوف ماني اللي هي قيمة العملة مع الزمن، كيف تغير مع الزمن. يعني الناس دائما احنا بنحكي بسنة الـ2000 ولا بسنة الـ90 ولا بسنة الـ80، الـ100 دينار زمان مش زي الـ100 دينار هسه، وهكذا. انه الدينار زمان اغلى من هسه. الدينار زمان كنا نشتري مثلا 10 شغلات، ولكن الدينار هسه بنشتري بنشتري شغلتين وهكذا. فهذا معنى التايم فاليو اوف ماني، انه احنا بدنا نعرف عندنا مشروع مدته سنة، لازم انجز المشروع خلال السنه هاي، لانه انا ما بعرف السنه الجايه قديش تصير العمله عندي. يعني ممكن احكي والله هذا المشروع بكلفني 1,000,000 دينار، ولكن بعد سنه ونص ممكن يصير يكلفني 2,000,000، مع انه نفس المعدات ونفس كل شيء. فانه احنا بطلع خسران. لا، انا لما احكي ادرس اقتصاد هندسي بهمني اني ادرس على فتره زمنيه معينه. ليش؟ واصمم وانفذ كل شيء على الفتره اللي انا اخترتها، عشان لا سمح الله ما تخسر العمله، ما تخسر العمله. تمام. فهي التايم فاليو اوف ماني حكيتها. طبعا فرقية العملة هي اسمها الفائدة. يعني أنا لما يكون عندي 100 دينار رجعت للبنك 200، فأنا عندي فائدة 100، هيك بسموها يعني. طيب ممكن يكون تضخم، يعني تضخمت العملة يعني وهكذا. يعني فأهم مصطلح بالإنجينيرك أوكونومي، يعني لو جاك سؤال مثلا مالتيبل أو غيره، شو أفضل او شو اهم مصطلح في الاقتصاد الهندسي، هو فقط التايم فاليو اوف ماني، هي قيمه العمله مع الزمن. وانا في شغلات يعني وقف الفيديو اقراها، سؤال بسيط، احنا نركز على الاشياء العاديه. طبعا هاي الماده بدها رياضيات زي ما هو مكتوب، نستعمل رياضيات ولكن مش رياضيات يعني معقده، كوساين وساين وليمت واشتقاق وتكامل، لا لا، هي عباره عن جمع وطرح وضرب وقسمين، كل شغلك على الاله حاسبه. طيب هون الشغلات اللي انا حكيتها، انه خطوات على اللسان علشان ناخذ مشروع معين. يعني انا لما بدي اجي اشتغل مشروع معين، اول شيء بدي احدد البدائل اللي ناوي اصممها. يعني انا ما بروح خلص والله عندي هالبديل واشتغله، لا، بشوف اكثر من بديل، بجمع معلومات خاصة بكل بديل، يعني قديش الدفعة الاولى، الدفعة النهائية، قديش اقساطها،
اي كم سنة راح اضل ادفع والى اخره. فاحنا بنختار عدة بدائل زي ما قلنا، على اي اساس راح ناخذ البديل، ناخذ ان شاء الله بتشابتر 5 و6. بعدين بنعمل عملية sensitivity analysis، ناخذ مواضيع الادارة sensitivity analysis، وعادي الموضوع بسيط يعني، انه نشوف عدة بدائل ونختار الافضل. اخر شيء براقب الاختيار اللي انا اللي اخترته، بشوف هل هو مناسب زي ما اخترته او لا. هاي الخطوات. الإثيكس طبعا يعني بالمختصر المفيد، انا لازم يكون عندي اخلاقيات، يعني ما اكونش حرامي، ما اكلش حرام مثلا والى اخره. في منظمات زي منظمة الـ NSPE اللي هي National Institute of Professional Engineer، كله هذا الكورس في الإثيكس ما ليش فيه. انا هذا الحكي كله ما بهمني، انا بهمني انسان افوت احل واعرف كيف احسب. طيب نبلش باول موضوع بالمادة، واللي هو الانترست اند انترست ريت. ركز ليش فصلوهم، لانه الانترست مش نفس الانترست ريت. الانترست بدك تركز، الانترست هي قيمة الفائدة. يعني انا انسان دفعت للبنك 100 رجعته 250، فالانترست بيساوي حاصل الفرق. يعني الفائدة قديش البنك كسب مني، 150 دينار او دولار، 250 ناقص 100. ولكن الانترست ريت هي نسبة، كلمة ريت يعني نسبة، واللي هي فعليا قيمة الفائدة هاي اللي هي 150 على المبلغ الأصلي. يعني أنا النسبة عندي 1.5% وهكذا. يعني هاي هي الفرق بين الانترست والانترست ريت. الانترست ريت هي interest paid over period as a percentage of a principal. principal كلمة principal يعني المبلغ الأصلي أو present يعني. فبالتالي بنقدر نلخص الانترست هي الاماونت اوند ناو ناقص البرنسبل، يعني المبلغ اللي انا معي هسه ناقص المبلغ الاصلي. المبلغ اللي معي هسه زي اللي بدي ارجعه للبنك يعني. اما الانترست ريت هي قيمة الفائدة على المبلغ الاصلي، قيمة الفائدة على المبلغ الاصلي. هسه هاي انترست ريت. طيب ممكن تلاقي انت لما تيجي تحل وتدرس وتقرا ويجيك اسئله بكل كتب يطلب منك ريت اوف ريتيرن. ركز، كلمة interest rate و rate of return هي نفسها، ولكن واحدة بتخص بنك، يعني واحدة بتخص المقترض وواحدة بتخص المستثمر. يعني أنا كإنسان مستثمر بحكي أنا قديش ال rate of return، يعني قديش راجع لي، قديش بده يعود إلي، يعني قديش بدي أكسب، لأني أنا مستثمر. المستثمر بيكسب ما بخسر. أما لما تحكي interest rate هو بالنسبة للمقترض، يعني قديش الفائدة اللي علي، قديش أنا راح أخسر. كلمة يونت تايم يعني خلال شهر أو سنة، بس إحنا بشكل عام بالأغلب سنوي. فركز إنه الانترست هي مش انترست ريت، واحدة اسمها انترست واحدة انترست ريت. فنقرأ أسئلة بسيطة هنا، أمثلة بسيطة يعني، ممكن تيجي بامتحان كالسؤال الأول يعني، يجي عليها علامتين بس ويمشي يعني، حلو خطوة زي هيك. ان امبلوي ات ليزر كاينتكس كوم، يعني اسم شركة يعني ماليش فيها. ركز بهي المادة، ما بهمك تفهم السؤال كامل، بهمك بعض المصطلحات، بهمك كلمة بوروز مثلا، اقترض، بهمك مثلا متى اقترض، متى بده يسد، قديش دفع، قديش وصله، قديش فائدة، قديش كذا. ما بهمني والله اسم الشركة، موظف مش موظف، بنك مش بنك. انا بهمني بالمادة هاي الارقام، السنوات، الفائدة بس. فانا هون بقول لي اقترض 10,000 بشهر 5، شو بدي بشهر 5؟ انا خلص اقترض 10,000 ولازم يرجع 10,700 بعد سنة. معناته انا بهمني انه المبلغ الاصلي اللي هو البرنسبل عندي 10,000، ولازم ارجع 10,700 اللي هو الاماونت ناو. فبالتالي قديش الفائدة عندي؟ واضحة، 700 دولار. فبالتالي الانترست قيمة الفائدة هاصل طرحهم 10,700 ناقص 10,000. طب قديش نسبة الفائدة اللي هي الانترست ريت؟ هي عبارة عن قديش الفائدة تبعتي على المبلغ الأصلي اللي هو 10,000. ركز على المبلغ الأصلي وليس على المبلغ اللي كان معي آخر إشي اللي هو 10,700. لا، هي 700 على 10,000. فنسبة الفائدة بضرب ب100 عشان تصير كبرسنتج، واحنا دائما شغلنا كبرسنتج، تطلع معي 7%. تمام، ركز على هيك. يعني هيك احنا لما نجي نقرأ الأسئلة، يعني هذا مثال، يعني أي واحد بيعرف والله معك 10,000 رجعت 10,700، أكيد البنك ربح 700 واللي هي الفائدة. بس أنا بدنا نفهم انه يعني كيف تقرا الاسئله. طيب نيجي للسؤال الثاني، هذا برضو في فكره، برضو هاي المصطلحات ما بتهمني، هاي الستيروفونكس والى اخره. انا بهمني كلمه برو، اقترض 20,000، معناته المبلغ اللي اقترضه بالبدايه 20,000
فور 1 يير لسنه. كمان نركز لشغله، لاحظ ان السؤال اللي قبله والسؤال اللي هسه كل شغلنا لمده سنه، معناته انا ممكن يكون عندي، طيب احنا كل شو قروضنا سنه؟ لا، قروضنا سنتين وثلاث واربعه وعشر سنين، بس احنا لسه بشابتر 1 اساسيات نعرف مصطلحات، هذا الشابتر بس اساسيات نعرف مصطلحات، ان شاء الله في الشابتر اللي قدام راح نحكي عن دفعات ودفعه وسنين والى اخره، فهذا بس طقطقه. طيب نبلش نحكي، بيقول لي انه انا عندي 20,000، 20,000 بالسنه فور 1 يير، يعني المبلغ اللي اقترضته 20,000 فور 1 يير. بقول لي بفائده 9%، فائده 9%، بقول لي اوجد قيمه الانترست والتوتال اماونت بعد سنه. ممتاز، بلا مؤاخذه انا معي 20,000، الفائده عندي 9%، بطبق القانون 9%، هذا آلة حاسبة بعوض 9% أو 0.09، بحكي المبلغ الأصلي أو قيمة الفائدة اللي أنا مجهولة عندي ما بعرفها، هيها الانترست على المبلغ الأصلي ضرب 100. إذا ضربت ب100 لازم أخليها 9، إذا ما ضربت ب100 لازم أخليها 0.09 بس. فبضرب أنا أنسى من 100 وخليها 0.09، بضرب 20,000 0.09 تطلع معي الانترست، قيمة الفائدة تطلع معي 1800 دولار، 1800 دولار. طيب هذا الفرع الأول اللي هو أوجد الانترست، طب بده التوتال أماونت بعد سنة، يعني قديش صار معي بعد سنة، صار أو قديش بدي أرجع بعد سنة. بلا ما بنرجع بنقول أنا معي 20,000 والفائدة تبعتي 1800، معناته صار معي 21,800، واضحة؟ زادوا 1800، زادوا 1800، هذول ترجعهم للبنك. إذا الفائدة تبعتي 9%. فرع ثاني بيقول لي كونستراكت أكولوم جراف، مش مهم كثير، مش راح يجيك من امتحان إنه أرسم، بس هي رسمة بين الزمن والمصاري، إنه أنا قديش كان معي 20,000 هذا الكولوم، الكولوم الثاني 21,800، مقدار الفرق هذا اللي باللون الأزرق هي إيش؟ هي الفائدة، واللي هي 1800 على 20,000، واللي هي طلعت معي 9%. نرجع نقول مرة ثانية الريت اوف ريتيرن هي نفسها الانترست ايرند، ها انترست ايرند كسبته، فهي نفس القانون ما فيش داعي تاخذ هاي. طيب نيجي على السؤال، هذا السؤال كثير مهم مرة راجع في الكويزات وبيجي بالامتحانات ترى، يعني السؤال كثير سهل ركز على المصطلح. كالكوليت ذا امونت ديبوزيتد 1 يير اجو تو هاف 1000 ناو ات انترست ريت 5%. نركز نركز، قال لي قديش المبلغ اللي اودعته قبل سنه لحتى يصير معك 1000 هسه، معناته انا ممكن اعتبر انه انا عند زمن صفر كان معي، صار معي 1000، وعند زمن سالب واحد يعني قبل سنه صار عندي رقم مجهول بريزنت او برنسيبل. هسه ما فيش عندنا زمن سالب واحد، فاحنا ممكن نعتبر انه عند زمن واحد معي 1000، ولكن عند زمن صفر انا قديش اودعت مجهول. فهو قاعد بيقول لي زي هيك، اذا انا عندي نسبة فائدة 5%، طيب سهل جدا، بحكي انا المبلغ النهائي الفيوتشر يساوي البريزنت زائد الفائدة، هيك احنا بنعرف. طيب يلا الفيوتشر معي 1000، البريزنت مجهول، طب شو قيمة الفائدة؟ نعرف انه الفائدة هي الانترست في النسبة، فمعناته النسبة عندي 5% ضرب مين؟ ضرب المبلغ الأصلي، عندي مجهول واحد واللي هو بي، بتطلع معي قيمة الفائدة أو قيمة المبلغ الأصلي، قيمة المبلغ الأصلي هو 952 دولار، يعني أنا أودعت 952 دولار بعد سنة صار معي 1000. ليش؟ أنا نسبة الفائدة عندي 5%. ولاحظ لو إنك خربطته واعتبرت إنه هو فيوتشر، يعني خربطت إنه اعتبرت إنه عندك أنت الفيوتشر بيساوي 1000، افرض إنك حليت زي هيك، زائد 5% في 1000، لاحظ إنه المبلغ النهائي صار 1000 وإشي، 1050 تقريبا، صار معك 1050. طيب أنا بلا مؤاخذة أنا أودعت 1000 وعندي فائدة نسبة 5%، صاروا زادوا، ولكن أنا باجي بالماضي قاعد بحكي أنا أودعت مبلغ وصار 1000، يعني زاد. بس انا هون اودعت لو انا فهمت السؤال غلط، لو انا فهمت السؤال غلط بقول اودعت 1000 رجع لي 1050، كيف؟ طبعا انا رجع لي 1000،
فأنا موضع رقم أقل منه، موضع رقم أقل منه، بس هي كل الفكرة. ثلاثين بده الانترست، بده الانترست للسنة هاي. طيب معي 1000 وكان معي زمان 952، فقيمة الفائدة 47 دولار. أي هذا القانون هيو فوق، وهاي فكرة الانترست ريت والريت اوف ريتيرن. إذا أنا المقترض فهي انترست ريت، أما إذا أنا اللي مقترض اللي معطي يعني القارض زي ما تقول هي الريت اوف ريتيرن. طيب هسا نفوت على شيء كثير مهم، هو اللي هو التيرمينولوجي اند سيمبلز. كلمة تيرمينولوجي اند سيمبلز هو بكل بساطة، هي الرموز اللي راح تمر معنا خلال المادة من هون لنهاية المادة، واللي هي أول رمز عند البي. كل لما تشوف كلمة أو رمز بي، هسا أنت ما راح يجيك بالسؤال والله اف بي تساوي كذا أو اف تساوي كذا، أنت بالسؤال بيجيك مصطلح زي السؤال اللي قبل، ولكن أنت لما تيجي تحل بدك تمثله بالرموز الموجودة. يعني أنا ما راح أضل أكتب توتال أمانت وبرنسبل وانترست، أنا راح أضل راح أتغلب. فبالتالي شو بسوي؟ بسويهم دلالة رموز. أول شيء البي، البي هي الرمز السلعة بالوقت الحالي، يعني أول ما أنا أودعت، أول ما اقترضت، أول ما اشتريت، أو الزمن. دائما لما تسمع كلمة بي، كلمة بي أو حرف البي، يعني إنه الزمن صفر، الزمن صفر. فبالتالي ممكن يسموه بريزنت وورث، بريزنت فاليو، أو نت بريزنت فاليو. كل المصطلحات نفس الإشي، كل المصطلحات نفس الإشي. هسا الأف، الاف هو سعر السلعة عند سنة معينة، يعني فيوتشر بعد سنة سنتين ثلاث أربعة خمسة وإلى آخره. فالفيوتشر أمانت ممكن يكون فيوتشر وورث أو فيوتشر فاليو. الاي، كلمة اي يعني انوال، يعني أقساط سنوية، سيريز اوف كونسيكوتيف ايكوال اند بيريود اوف ماني. ركز، الاي دائما أقساط متتالية، يعني ما عندي اي سنة والسنة الثانية ما فيهاش، هاي دفعة، سنة ثالثة عندي دفعة، لا هاي لا تعتبر أقساط. الـ A الـ Annual بتكون الـ Annual Worth أو الـ Annual Value أو Equivalent Uniform Annual Value، هي دائما وحدتها دولار بير يير، أو مثلا يورو بير يير، دينار بير يير، وليرة بير يير، وإلى آخره. فهي سيريز، هي متتالية متساوية وبس. كلمة N هي عدد السنوات او الاشهر او الايام او الاسابيع اللي بدي اشتغل عليها، يعني الان عدد السنين، بس احنا عادة نشتغله كل سنة. الاي هي الانترست ريت، ركز انترست ريت وليست الانترست، فكلمة اي هي الانترست ريت اللي هي النسبة. تي هي البيريود، هي الزمن، بس الان هي الزمن اللي بيشتغل عليها. ركز، يعني انا وجد لي ات تي تساوي 2، يعني بده المبلغ عندي 2، ولكن ممكن تكون الآن 5 سنين، يعني هو بده عند مكان، يعني التي جزء من الآن. بس هي هذه الفكرة. طيب خلينا نشوف هاي الأسئلة. هذا السؤال هو مش سؤال إنه تحله، هذا السؤال بيقول لي بس كيف تقرأ المعطيات، كيف يعني today، يعني اليوم جولي أو جولي بورد 5000، معناته هي اليوم يعني الناو يعني الآن اقترضت 5000، معناها انه البي 5000. She can repay the loan، القرض، لون كلمة قرض، in either of two ways described below، يعني انا بقدر ارجع القرض بخلال طريقتين. بقول لي انه خلال 5 دفعات على نسبة فائدة 5%، 5 equal annual، يعني انه الـ A 5، الـ A او انه الـ A مجهول، نسبة الفائدة 5%، تمام، بير يير. طب كم سنة؟ 5، 5 دفعات يعني 5 سنوات، معناها أنا الآن عندي 5، الـ A مجهول، الـ I 5%، الـ B 5000. هذا الإشي بنحكي عنه بشابتر 2، كيف نحسب هذا الإشي. أو الطريقة الثانية للقرض، إنه دفعة واحدة 3 سنوات from now، 3 سنوات from now، يعني بعد 3 سنين من الآن، يعني بده الفيوتشر هي مجهول، الفائدة 7% والآن 3، ولا برزنت 5. بس هاي هي الفكرة. طيب هذا سؤال نفس الطريقة، بس هذا السؤال كان في حل، يعني you plan to make a lump sum deposit، lump sum نوع قرض أو نوع عقد، أو lump sum يعني إني أدفع كل شيء آخر شيء، deposit of 5000 now، يعني أنا أودعت الآن 5000، investment that pays 6% per year، معناته الـ I 6،
البي 5000 اند يو بلون تو ويذدرو ويذدرو يعني اسحب، مش اعرف اسحب او ذا، على الاغلب اني اسحب ايكوال 1000 دولار فور 5 ييرز، يعني انا بدي اضل اسحب 1000 سنه لمده 5 سنوات، يعني 5 سنوات يعني متتاليات مثل ما هو واضح 4 5 ييرز، يعني 1000 1000 1000 1000 1000، يعني هاي ايه الاي قيمتها 1000 والان 5، الان 5 at the end of the 6 years. طيب هون كمان في 6، هسه انا شغال على 6 سنين بس الاقساط على 5، يعني هي طريقتين اني احل بطريقتين. You plan to close your account with withdrawing the remaining money، انه المبلغ اللي راح يضل معي بعد السحب هو وين؟ على السنه السادسه برضو ان 6 6، بس مين؟ السحب الاخير، السحب الاخيره هي فيوتشر وليست انوال. تمام، بنركز انه السيمبلز عندي البريزنت 5، الانوال 1000، الفيوتشر مجهول عند سنه 6، هي اخر شيء بدي اسحبه. الاي 6%، الان بدها تكون 5 للاي و6 للفيوتشر، بس هي هي التيرمولوجي عند سيمبل. طيب السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده هو حل لاست يير، من قبل سنه جراند ماذر، جدي اعطت مبلغ لواحد معين جنريت 5000 انترست، 5000 ان انترست ذيس يير تو هيلب بي جاني. شوف مش عارف اقرا السؤال، مش مهم، لا مش مهم، لازم تفهم، بقول تفهم مش السؤال، تفهم الارقام والرموز. طيب شو حكى لي؟ حكى لي انه الفائده 5000 ان انترست، معناته هو معطيني الفائده كلمه انترست كامله معطيني اياها 5000، يعني هو معطيني الفيوتشر ناقص البريزنت معطيني اياها كامله 5000. طيب ومعطيني الريت اوف ريتيرن 6%، معطيني الاي 6%. طيب معادلتين مجهولين، كيف يعني معادلتين مجهولين؟ بحكي انه 6% شو بتساوي؟ الفائدة اللي عندي اللي هي 5000 على البرنسبل، على البرنسبل، فالبرنسبل عندي 5000 على 6%، 5000 على 6%، طلعت البرنسبل مباشرة، بدي الفيوتشر بزيد ال 5000 بس يعني. طيب هسا بنحكي عن مصطلح ثاني واللي هو الكاش فلو. اولا احكي لكم خلي الكاش فلو لفيديو ثاني مع بقية الشابتر. يعطيكم العافية.